بصوا غامير بونسوار احمد، صباح صباح لاباس عليك، بخير، كلشي مزيان كلشي بخير والله الحمد لله. صباح الحمد لله. ايوا كومون سا سباس لو رمضان لو كونفينمون لي زونترينمون كي غادا تولي كومون؟ اخويا راك عارف رمضان كيبقى سبيسيال، نهار كامل كيدوز كتلقى ما يدار لي زونترينمون ضروري كل نهار. اي فوالا لا روتين. فوالا هادشي اللي كنت بغيت نبدا معاك امير. Concernant les entraînements, comment ça se passe avec le préparateur physique? Ntouma, vous êtes des gardiens de but, Ntia, Anas, Bouamira. Alors, vous avez des entraînements assez spéciaux ou là, comment ça se passe avec l'entraîneur de l'Gwansi Laini? دابا على حسب، عندنا دي سيونس نورمالمون مع لو جروب مره مره، دو فوا تخوا فوا باغ سيمين. عندنا اون سيونس جينيرال كنا ابار ابل فيديو، اي سينون عندنا واحد لو جروب واتساب كيصيفط لنا لي سيونس اون جروب وداكشي، والمدرب ديال الحراس بوحدو كيعطينا دي سيونس سبيسيفيك، ستاجور كون في ابار لونترينمون مع الدراري كنديرو هذوك الحصات. Très bien, très bien. Ou بالنسبة les horaires ديال رمضان يعني les entraînements bien sûr tu كنا بدلين على ايامات العاديين. اه بيان سور، الايامات العاديه كتكون لونترينمون مع 10 10 ونص، دابا مع 4 ونص نقرب وانتوما للفطور. كجروب، انتوما كجروب امير شفنا دابا باغ اكزومبل في لا ليغ 1 توقفات البطوله، في لو شامبيون نيرلندي تاعي توقفات فيه البطوله، فانت انتوما زعما كجروب كنادي الرجاء الرياضي شنو زعما شنو كتفضلوا تكملوا البطوله توقفوا تكون يوناني بلونش؟ زعما سي كوا فوتر افي بارابور ا سا؟ ورا ما كرهناش حنا نكملو سي نورمال، ولكن راه كاين شي حاجات مهمين على الكره، راه لو فيروس اللي كاين دابا راه خطير، ما نقدروش نريسكيو الحياه ديالنا، هي دي شوز بلوز امبورطونت كو الفوت. مي بون، دن حيت كتشوف الرجاء كانت كتلعب كما كتعرف دومي فينال ديال لا تشامبيونز ليغ، دومي فينال ديال لا كوب داراب، بيان كلاسي افيك دي ماتش اون روتار في لا بطوله. يمكن احسن عام ديال الرجاء من شحال هادي، زعما شنو انت الراي ديالك لافي ديالك في هاد التالق ديال المجموعه ديالكم افيك لونترينور جمال السلامي؟ اه سي فري كو المسيره اللي كنا غاديين فيها مزيانه، قربنا لي ديرنيغ زي بروف ديال لي ديفيرون طابلو اللي كنا لاعبين فيهم، يعني كاع اللقب اللي كنا لاعبين عليهم ما كنا غاديين فيهم مزيانين، ما هادشي اللي عطا الله راه مع هاد لو فيروس هذا سي با بوسيبل دو كونتينيو، وداكشي على حسب لي ريبونس كي فون دوني. سينو لا سيزون راه كانت مزيانه، الدراري داروا اللي عليهم، لو ستاف ميديكال ستاف تكنيك كلشي دار اللي عليه، وديك علاش وصلنا بعيد بحال هكا. امير انت كاين تو لو ترويزيام جول ديال الرجاء، كاين بوعميرا، كاين زنيتي، فكومون سا سباس اونتر فو لي غارديان دو بوت ديال الرجاء؟ سي كوا لي ميساج؟ واش تيكون دي سوتيان تتعاونوا بعضياتكم؟ يا دي ميساج دونكوراجمون بينك وبين انس وبين بوعميرا بارابور او ماتش بارابور او زونترينمون اكسيتيرا؟ اي فرقه بعدا لي غارديان كتكون بحال واحد لا فامي في العائله، فهمتي، كتكون اون ايكيب ابار من غير الفرقه كامله، كيكون لي غارديان بين بعضياتهم مزيان، حيت باش تعطي لو ماكسيموم خاص اللي معاك حتى هو كيتريني، هذاك المنافس ديالك حتى هو كيدفعك باش تعطي الماكسيموم انت. وراه سي دو غران غارديان عندهم دي كارير دوزو كره، انس راه تبارك الله ميور غارديان في لافريك، ميم ميور غارديان ماروكان، وكتستافد منهم كل اسمح نهار. لي نقطعك امير، كاين معنا فابريس نقال اللي كيتبع اللايف، اون لو سالي فابريس نقال. فابريس زافيتي فريرو كيدوب العربي مزيان، كيدوب ترى كيدوب مزيان كيغني حافظ الديسكات ديال الراجا، ترى حافظ كل شيء، مش حتى الدياس ديال الخليج حافظهم. ايوا راه ولا دابا راه سي سا دوزيام سيزون، راه ولا تقريبا الراجع عنده في التم دابا. قلت لك امير بارابور وهاد لو بوست ديال غارديان دو بوت، سي ان بوست اسي سونسيبل في كاع لي كلوب، انت كتعرف بان حارس مرمى هو اللي تيكون عليه بزاف ديال الضغط بحال باقي اللاعبين. اليوم انت كيفاش كتشوف حراسه ديال المرمى ديال
الرجاء انت بطبيعه الحال واحد منهم، فكيفاش كتشوف اليوم؟ واش كانت بالنسبه لهاد لا سيزون ولا سيزون اللي فاتت، واش كانت اون سيزون اسي ريش اون تيتر زعما؟ واش حارس المرمى اللي هو انس زنيتي عطى داك لو بلوس؟ كنعرفوا انس زنيتي بعد هو اللي كان الحارس اللي دا مع الرجاء بزاف ديال لي تيتر، فان دو تيتر على ليشيل هذا افريكان، كافي اوسي سوبر كوب افريكان. وكما كتعرف من شحال هذه ما كانش غارديان دو بوت قدر يدي هاد لي كوب هادو. اخر غارديان كان هو الحارس مصطفى الشادلي اللي كان دا بزاف ديال لي تيتر. فكيفاش انت الراي ديالك اولا على انس زنيتي؟ وبعدا انا صراحه الخويا الكبير كنحترمو بزاف، كنتعلم معاه كل نهار، وكيف قلت شي راه سي دور بوغ واحد الحارس المرمى يدي القاب بحال هكا، و سي بوست لي في اي لحظه يقدروا يقدر تحيد، فهمتي؟ ما كتكونش بيرفورمانس، كنت انت مش لا خرجتي خاوي درت شي موفي اون ايغور كتولي بيوت، فهمتي؟ وانا دابا راه 4 سنين 4 سنين 5 سنين هو مع الفرقه، ما اي توجور بيرفورمان، كل ماتش كيعطيك ولا ماتش كيدير لا ديفيرونس، سي نورمال كو الفرقه راه كتكون غادا مزيان، كيكون بون غارديان في لو بوت راه الفرقه هي كترتاح، كتقول عندنا شي واحد غيحامينا اللور كيعطينا الثقه، كيزعموا الدراري يلعبوا. و بوندون دي زاني دابا في هذه الفرقه، حيت من بعد مصطفى شادي لو بلو تيتري دابا يكون هو انس، الا دي بلو تيتري اون افريكا اوسي، من غير شي ميم بوغ سي تبارك الله، راه انا درت انا عاسويد لا كار ديالو راه الحمد لله. وان شاء الله انت باقي في الديابه، راه كنتعلم معاه بزاف ليلا سي غار امشيني، هو راسي كيتواضع بزاف مع شفتو مع لي جون وداكشي، كنكونوا يلاه طالعين وداكشي دون ان غران كلوب كوم سا، سي غار كتلقى لعاب كبير مواضع بحال هكا، وكي كيشوف كدير شي حاجه كيقول لك لا راه خصك ديرها بحال هكا، حيت هو راه عاش هادشي فهمتي، بحال كيوريك الطريق اللي خصك تشد باش الا بغيتي توصل، وكينصحك سي بحال خويا الكبير. امير انت دوزتي بزاف زعما، انت ولد الرجاء كما كنقولوا، اصلا انت جاي من عائله رجاويه، الكل جميع الناس المتتبعين ديال الشان الكروي وبالاخص الرجاويين او جمهور الرجاء كيعرفوا مصطفى الحداوي الاب ديالك اللي دوز بزاف مع نادي الرجاء، عطى شي كثير نادي الرجاء والمنتخب الوطني سانت اتيان نيس، باركور تري تري ريش. ايضا الاخوه ديالك نسيم اللي هو عميد المنتخب الوطني للكره الشاطئيه، وانس ايضا، يعني عائله كرويه. واش هذا الشيء، واش هذا لونفيرونمون هذا اللي عاون امير اليوم يوصل للمبتغى واللي هو ليكيب سينيور ديال الرجاء؟ باش الناس اللي ما كيعرفوش امير واللي كيتفرجوا في هذا اللايف، امير دوز جميع لي كاتيجوري ديال الرجاء، بدايه من ليكول حتى للمينيم كادي، دابا 15 عام انت 15 عام تبارك الله. واش بعدا بديتي كوم غارديان دو بوت بكل صراحه؟ لا فوالا، عاود لينا على الباركور. بديت اغير دو في الاول، كنت كنلعب اغير دو، شنو في 5 سنين بديت انا، كنت اغير دو نيميرو 7 صافي، في لي كاتيجوري غادي كنطلع، واحد الوقيته جات لي كاتيجوري كنخصني نمشي نتريني في تيسيما، كاين اللي كيتريني في بوسيجون، كاين اللي كيتريني في تيسيما، وي لو بروبليم سي كو مع المدرسه ما نقدرش نمشي تيسيما ورجع، وكنت كنكون اونطري مع 12 ما كاين، دونك هذيك الوقيته ما بقيتش كنلعب واحد 6 شهور شي حاجه بحال هكا، و تقريبا 14 هي هذيك 14 عام صافي. الوالد كان هو اللي شاد الكره الشاطئيه، كنت مره مره كنمشي نشوفهم كيفاش كيترينيو مع الخوات ديال الاخر، صافي بديت كنتلاه بحال هكا شويه، عجبني الحال، قلت للوالد علاش ما نمشي نتيستي في الرجاء، ما تعرف تسلق ليا شي حاجه. ف 15 عام دخلت بديت درت انيسي مع الرجاء وتعزلت، وبديت المسيره ديالي اون طون غارديان بيت مع الرجاء، سينو راه كنت لاعب قبل. شكون المدرب الاول يعني 15 عام كنهضروا على لي كادي سي سا؟ لا لي مينيم. مينيم اوكي. شكون المدرب اللي شرف على امير حداوي ملي كان في الفرقه؟ اول واحد ترينيت معاه قبل ما نجي الرجاء، قبل ما نجي الرجاء اول سيونس، لا كان جيت الرجاء لا انا كندوي لك على الرجاء باركو حمد عيني هو اللي كان دير لي لو تيست نيت، اللي هو المدرب ديال دابا ديال الحراس سي حمد العيني، هو اول واحد تحيه ليه من هذا من هذا المنبر لا شايف في هذا اللايف. ومن بعد
من بعد شكون اللي بدا معاك لا كارير ديالك في لي جون ديال الرجاء؟ لي جون اون يو 15 كان معنا التاجر، كان معنا تاجر، اوكي. في الاول كان معنا سي التاجر، اونسويت احمد العينين هو كان شاد، كان شاد من لي يو 15 حتى لي يو 19. من يو 15 هو ورضوان حيدر وعبد السلام الدعقالي، سيتي لي تخوا كانوا كيدوروا علينا، كنديروا دي جروب وعلى حسب لي زيغ. و لونترينور برينسيبال اللي كان في لي فاللي كان مكلف بتولي جاردين ولا لا اللي كان مكلف لي يو 15 من بعد لي يو 17 من بعد. كنت مع سي موراسي لون يو 15 يو اوكي 17، كنت مع عز الدين بوزرعه، وكان لو ماناجر لو ديريكتور سبورتيف كان يوسف روسي، هو اللي اوكي. سوبرفيزي تو لي زونترينمون ديال لو سونتر فورماسيون. اون يو 19 كان هو عز الدين بوزرعه، بقى معنا دينا بطولة يو 17 ومشينا نو فينال ديال لو شامبيونات يو 19 تاعو معاه عاوتاني في لا ريزيرف يعني في ليسبوار. كان معنا رضوان حجري، والمدرب ديال الحراس كان سي سعيد دغاي، كان هو اللي شد سعيد، لا ريزيرف. تحية ليه سعيد دغاي اللي تا هو حارس انت هو علمنا في بزاف، المستوى. داز حارس كبير تبارك الله، تعلمنا منه بزاف. ومن بعد فهاد لي كاتيجوري اللي دستي منهم بيان سور كنتي كتبع لي زونترينمون ديالك بعد ملي تقاد لك الاوقات ما بين الدراسه وما بين لي زونترينمون. فمن واش كنتي كتلعب كوم غارديان تيتولير في هاد لي كاتيجوري يعني؟ في الاول منين جيت اون ايسي، يعني منين جيت يلاه بغيت نتيستي في الرجاء، هذيك الشهرين الاولى جاب ما كانش عندي لا ليسونس، يعني حين جيت في شنو جيت نتيستي في شهر 10، لا ليسونس تقدر دير حتى اوكي. شهر 12. تميت معاهم هذوك لي دو موا، عجبك المدرب قال بخومي ماتش ديالي سيتي جوست ابخي سيتي لا ليسونس، بخومي ماتش ديالي لعبته من تما صافي، وتما ما بركتش. عرفتو انا مؤخرا كان عندنا حوار مع المدرب ديالك السابق في لي زيسبوار اللي هو عبد الاله فهمي، واللي كان العام اللي لادجوان فات ديالو بوش العام اللي فات، اللي كان لادجوان ديالو هو بوشعيب باركي المباركي. باركي وتكلم بزاف بعدا، تكلم على دو زاسبي، حيت انت كتعرف عند لعاب الكره كيكون عنده بيان سور تكنيك، اي بوي لاسبي الاخر هو tout ce qui est en rapport avec le professionnalisme. Les cadres, le professionnalisme, c'est l'hygiène de vie, c'est la communication, c'est plein de choses. Ou hader lina ala had msala li nta katoffer fiha, zama hader bi anna dik saa kan andek l'esprit très très mature pour ton âge. Hada el klam li wassal lina si Abd Elah Fahmi il y a quelques jours. Madan chaf hada la vidéo salam توحشنا دوز معنا عام كان عام واعر، سورتو من قبيله قلت لك على لي زونترينور سيتي بور داكشي ديال سون فورماسيون دوبي كي جي سيني برو. لي زونترينور ديالي كانوا عبد الله فهمي وبشعيب ماركي مالي لا سيزون ديرنيغ، كانوا معنا في ليسبوا. يعني دابا حيت انا عائله ديالي كرويه كلشي كبرنا عارف الكره، والوالد تبارك الله مع دار يونغوس كاغو داكشي، من الصغر كيقول لي شوف خصك تحضر راسك، شوف تعرف شنو داكشي اللي كتاكل، تعرف شنو كتاكل، تعرف شنو كيفاش تريني، تعرف الوقت اللي خصك تنعس فيه. ومن الصغر نكبر بحال هكا، دونك وانا كبرت واحد العقليه بين راه الا بغيت توصل خصك تمحن وخصك دير بزاف ديال ساكريفيس. والحمد لله دابا يلاه بادي لا كارير ديالي، وان شاء الله يلاه دابا كتبدا الخدمه كي كنقولوا داكشي ديال كتفوت اون ايتاب، يعني كتقول لي في لو موند بروفيسيونيل لي ديتاي هما اللي كيديروا الفرق بين اللعاب ولعاب عادي، لعاب كبير لعاب فوالا. بيش والدور ديال مصطفى الحداوي الاب ديالك ولا فامي خوك الكبير نسيم، واش لي زيتي زعما دي زيليمون تري نيسيسير في لو باركور ديالك جوسكا بريزون، واش عاونوك فوالا زعما واش وصلوا لك داك الميساج؟ حيت كنعرفوا كما قلت لي قبيله مصطفى الحداوي اللي دوز بروفيسيوناليزم فرنسا لعب مع الرجاء هنا، زعما واش عطاك بوكو دو كونساي في لي كاتيجوري اللي دزتي منه؟ اول حاجه هو قال لي شوف الفرقه الراجا راه فرقه كبيره، كنعرفوا عندنا الجمهور بزاف، على الجمهور زوين وخيب. علاش؟ حيت فرقه كبيره الجمهور كيبغيك ديما تكون مزيان، يعني شنو يعني كيكون عندك الضغط بزاف. والوالد قال لي شوف لو بغيتي تلعب في الراجا خصك شويه يكون عندك كشافك صحاح، تقبل لا كريتيك، تقبل بزاف ديال الحوايج،
كيقول لي شوف راه خصك تريني بحال هكا، خصك ديما تبونسي بوزيتيف، لي كريتيك راه ضروري غيجيوك، ولكن خصك تكمل الخدمه ديالك، واللاعب اللي كيكون صحيح في المونطال ديالو كيدير لا ديفيرونس. صافي نسيم حتى هو كيدوي معايا كيقول لي شوف خصك تعرف، خصك تعرف كيفاش تتكلم مع لي السميه دابا، لي حيت انا طلعت بروفيسيونيل اون يوديسي 17 عام، اوكي كانت عندي 17 عام طلعت كوره، كتسول الناس اللي مدوزه كوره كيفاش لعبات داكشي اللي كانت كدير، باش تستافد من الناس اللي دوزوا عندهم الاكسبيريونس، باش ما تطيحش في دوك الاغلاط اللي هما داروهم قبل. فوالا داكشي اللي كونساي داكشي. امير دابا عندك 18 ans سي سا؟ نو دابا جي فيها هاد العام، هذا درت 20 عام، هاد العام درت شي شحال؟ درت 20 20 20 ans. اوكي 20 ans 20 ans يعني كتلعب دابا في ليكيب بريمير ديال الرجاء، ومعاك بزاف ديال لي جون اللي عايشين في لي كاتيجوري، كنهضر على زريده، كنهضر على الكور، كنهضر على بزاف. واش زعما كيفاش داير العلاقه ديالك مع هاد اللاعبين اللي هما بحال العائله ديالك اللي عايشتيهم اكثر من واحد المده ديال 10 سنين ولا اكثر من في لي كاتيجوري؟ اصلا ما كاينش غيرهم، كيتا طلعنا بزاف كومام ديال الدراري، عبد الرزاق هازوت، هشام اصلاح، واحد الدراري اللي طلعوا معنا فوني بزاف طلعنا. دونك اصلا كنا في السونتر مع بعضياتنا، يعني دوزنا واحد الوقيته بزاف بحال بحال اخوك في التيران، خوك في كنكونوا ديما بعضياتنا، كتكون العلاقه زوينه، من واحد كي واحد كتعطى الفرصه كيلعب كيعطي داكشي اللي عنده، كنكونوا فرحانين بينا، راه كان في المستوى الدري كيتعرف، هذيك الخدمه اللي دار وكان معانا كنشوفوه كيخدم، ملي كيوصل حتى كتفرح كتقول هذا راه كان معايا، ضحى معايا حتى انا، ان شاء الله كتبغي له الخير. سي سي وف يعني في لي ماتش اميكو اللي كانوا في 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 لا سيزون زعما في الصيف، شحال لعبتي من لعبتي كلكو ماتش يا امير؟ لا لعبت كلكو ماتش، لعبت شي ديجا في لا بري سيزون، لعبت شي 3 ماتش فوالا. و ميديو سيزون، حيت مره ملي كتكون عندنا واحد لا سيمين اللي كتكون خاويه، كنديروا دي ماتش اميكو او ميديو دو لا سيمين ضد اس في بني ملال، دي زيكيب كوم سا، لعبتش دي ماتش اميكو كوم سا. اوكي تري بيان. وهاد كيفاش كان الروندمون ديالك بارابور هاد لي ماتش هادو؟ قال لو روندمون ديالي ما كنقدرش نجوجي انا، ولكن كندير داكشي اللي عليا، ومن بعد الطاقم التقني هو اللي كيشوف كيقول لك كيعطيك الراي ديالو، كيشوف لي كيقول لك شنو درتي مزيان شنو ما درتيش مزيان، مدرب ديال الحراس كيقول لك هادي كانت شي مزيان هادي. فوالا امير فضل تواجد حراس بحال انس زنيتي وبوعميره اللي دوزوا مجموعه من السنوات في البطوله الوطنيه، انت بطبيعه الحال في البدايه ديال المشوار ديالك، واش كتشوف زعما لا جاتك شي اوفر من نوتر كلوب؟ حيت كنعرفوا مثلا نجبد لك لي نو، مثلا محمد باعيو اللي مشى بريتي بوغ بليزيور كلوب، الان كيتالق في نادي الجيش الملكي، ياسر الحد اللي حتى هو ابن الرجاء الرياضي ومشى لعب مع الرجاء بزاف ديال الاعوام، مشى زعما بوغ لانستون، حيت دابا كتعرف انت في مدرسه ديال الرجاء في لي كاتيغوري كطلع سينيور اغلب الاحيان، بعد كتمشي بريتي واحد العام كتاخذ ليكسبيريونس كتعاود ترجع، واش زعما في حاله ما جاتك هاد لوبورتونيتي واش امير حداوي غيمشي؟ ولكن تلعب زعما كجول نيميرو 1 زعما حارس اول احد الانديه في سبيل الاعاره. دابا اول حاجه العام اللي فات بعدا ملي نسالينا لو شامبيون وداك الشيء، كان جاوني عروض انايا، تهضرت مع الوالد وداك الشيء، قلت لي شوف راه جاوني عروض، داك الشيء قال هو قال لي شوف راه جاوك عروض دي زيكيب سون انتريسيو وداك الشيء، قلت لي شوف انا هاد العام هذا الراجع عطاني فرصه بان نكون ثوازيام غارديان فرقه كبيره تقدر تعطيني فرصه خصني نخدم عليها، قلت نشوف هاد العام هذا، حيت الفرقه عزيزه عليا ما من الصغر وانا باغي نلعب فيها، قلت هي تعطاتني فرصه ما تعرف تجيني لوكازيون في لا تقدر تلعب ما تلعبش المهم كتقرب لو غيف ديالك يعني تلعب في الرجاء اون طونك تيتولير بيان سور. فوالا سينون دابا سينون ولا جاتني اون اوفر باغ اكزومبل نقدر نمشي اون بخي شي حاجه المهم يتفاهموا ليكيب. اوكي فوالا هاد لا سيزون كانت اون سيزون كبيره عند الرجاء، بزاف ديال لي ماتش.
كنتي بريزون في جميع لي ماتش في لا في دو ماتش تقريبا سي جو مي ترومب با ياك امير من ديبي لا ديبي دو سيزون كانوا بزاف د الماتشات امدالك بعدا اولا الماتش اللي مشهور عند جميع الرجاويين اللي هو الريمونتادا كيفاش عايشتيه بعدا ملي كتكون حارس مرمى في الملعب ولا عارف دكات الاحتياط كتحس بداك الضغط يعني اللي كيمارسوا الجمهور كتحس بداك الضغط اللي كيكون في الملعب ديال الجماهيري الضغط هذا كيفاش بعدا من الماتش الاول اللي كان فيه التكريم ديال اول حاجه ضد ريال بيتيس كيفاش عايشتي داك الماتش الرجاء ضد ان غران كلوب اسبانيول لريال بيتيس ولكن عاوتاني الرجاء راه اصلا غران كلوب عاوتاني حتى هو رغم الا بانت لك صح كي حيت الرجاء تقدر تلعب مع اي فرقه تكون فرقه كبيره راه هي غتبغي دير الضد راه ما دير كل اللي عليها باش تربح فهمتي سي فاي اون ايكيب لي وكتعطيك لو نيفو كاين بون لامبيونس كانت زوينه راه اللاعب ملي كيدخل دونور راه كيفرح كيبان ليه الجمهور كي سوبورتيو لعبت الكره راه كينشط بحال هكا ماشي كيبقى عليه الضغط ديما الضغط ما كيكونش ديال الماتش كامل حتى انت كتحس بالجمهور كيدفعك خصك تمشي كتاخذ لا كونفيونس ديالك وبالنسبه للريمونتادا ماتش ديال الديربي هذاك ماتش كلشي شافو كلشي راك جوست لي فيديو لي زيكستري كتشوف بنادم فرح سي تي بون اكزامبل دو مونتاليتي دو فير يعني واحد ما كينزلش يدو حتى الاخر وكيدير اللي عليه كيموت على التوني اي فوالا ربي سهل علينا ما طلع ما ونا غير العشي ودرنا اللي علينا وسهل علينا كيفاش كان الاحساس ديال امير حداوي ملي تماركا داك البيت ديال مالونغو في الدقيقه 95 ولا 94 وانت كتشوف هذاك لي زيموسيون كتشوف هذاك البيت كتشوف ديك لومبيونس كيفاش كان الاحساس ديالك اولا كلاعب رجاء وثانيا كرجاوي واه كلاعب كتفرح ايفيدامون واه ملي صاحبك راه كيماركي كتفك ان سورتو ان بوت ديسيزيف بحال هكا في لي ديرنيير مينوت راه ما اي واحد كتحطو في هذيك لا سيتواسيون راه ما الفرحه راه ما كيعرف ما يدير وان طونك جمهور كتبغي دير الحيحه كتغواز اللي حداك كتعنقو سي نورمال لا جو با كتكون سي واحد الاحساس اللي كتلقاه في التيران واه امير كاين عندكم واحد العميد يعني من احسن اللاعبين في البطوله الوطنيه عميد اللي دوز مجموعه من السنوات في نادي الرجاء الرياضي فكيفاش كيتعامل محسن متولي معكم نتوما لي جون سي كوا لي ميساج ديالو دو سوتيان من طرف كابيتان طرف لي جون ديال الفرقه اللي طلعوا لهاد الفرقه فكيفاش كيكون كيفاش بعدا انت علاقتك الشخصيه مع محسن متولي هذا محسن راه عارفه شحال هادي بحال الخويا الكبير بالنسبه لي جون راه كيعطي لا كونفيونس للدراري صغار كيقول لي شوف انت راك كويري راه ماشي هنايا على والو راه ما تكونش معانا راه ما كنتيش كويري دير لعبك وغتكون مزيان سيتو كيعطي لا كونفيونس كيدوي كيموتيفي كيقول للدراري ما خصكم تبقاو مكونسونطري ما نزلوش اليدين ديالنا اي فوالا كيف في لي كومونتير واه في لي كومونتير كيقولوا لي فيتور شادلي فيتور شادلي فيتور شادلي جمهور الرجاء تيق في امير حداوي بواحد الشكل كبير دوبوي تو طالور شو ان تران دو لير زعما كاينين دي كومونتير لي كيقولوا امير حداوي هو مستقبل حراسه المرمى سي نورمال حيت كيشوفوك ابن الفريق ترعرعتي في جميع الفئات العمريه ديال الفريق وهاد القضيه ديال امير فيتور مصطفى الشادلي واش الشادلي كما كنقولوا سي ان اكزومبل بور توا وكيفاش كيجيك مصطفى الشادلي و الباركور اللي دوز في الرجاء و اونيتمون ولا لا عطاتني الفرصه ندير كارير بحال ديال مصطفى الشادلي راه اكسيبسيونيل و حيت انا ما كنتش الصراحه ما كنتش كن دابا كنت ما حدني انا حارس المرمى كنشوف دي فيديو كنشوف الناس كيفاش كيجبدوا هاد السميه كيذكروها بالخير كيقولوا هذا راه كان غارديان كبير ولا عطاتني فرصه انا جاي كندير واحد لايف كتعطاني فرصه يقولوا لي بان انا نقدر نكون في هذاك لو نيفو راه شرف
مي بصراحه ما كنتش حيت انا ما كنتش كن جيتي با ترو انتريسي باغ لو بوست قبل ما نولي حارس حيت هو لعب في واحد لا بيريود ما كنتش كنتفرج فيها كره بزاف و ودابا عادني كنشوف كنشوف لي فيديو القدام كنشوف بزاف ديال الحوايج كنقول بلي راه فريمون دوز اون غروس كارير تبارك الله. وي غنشوف في لا جينيراسيون اللي تفرجتي فيها كنت شاد لي من بعد داجو مجموعه ديال الحراس مرمى ياسين الحد اكسيتيرا. انا نهضر لك على على الحراس فمن 90 من 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 فان دي زاني 90 حتى لدابا كي اون ماركي ليستواغ ديال الرجاء كاين مصطفى الشادلي من بعده ما نقولوش كان فراغ ولكن زعما ما كانش شي غارديان كي ماركي ليسبري ديال البوبليك تجا حارس خالد العسكري. خالد العسكري هذا اللي عطى بزاف للرجاء كوجمون دي كلوب اوسي كان تري بيرفورمان انت فوالا تفرجتي فيه طون افي سور خالد العسكري ديجا واو جنرا كنت قبل كنتفرج سورتو انايا فاش بديت فريمون كنتفرج فيه سيتي غير ملي كتبدات الحبيس وداك الشيء كانوا الرجاء في لا كوب دو موند دي كلوب تما فاش عرفت هذا السيد بينا راسي فريمون تري غون غارديان الناس كانوا كيشوفوا كيقولوا راه واقيلا راه غناكلوا العصا زعما راه فرق كبار غيلعبوا ضدنا وداك الشيء السيد اللي تي فريمون تري بيرفورمان كيجبد شي كواري صعاب عجبني فريمون عجبني و حتى هو عطاني شويه لونفي نكون حارس المرمى حيت هذيك الفرحه ملي كتجبد انا شي واحد الكره صعيبه والدراري الدراري اللعابه اللي معاك يجيو كيقول لك بيان جوي زعما كيشكروك على بين راه خرجتي واحد الكره هي راه صعيبه والناس كيشكروك بين راه درتي اني فوق راه ماشي ساهله ف سا سان بليزير دو لو بوست كدير الخدمه ديالك مزيانه كلشي كيشكرك ولكن سي وسيد اللي خايبه ما كديرهاش مزيانه كلشي كيعطيك سيما و الحارس المفضل عندك اللي داز في الراجا بصراحه انا اللي تفرجت فيه بزاف هو اللي معايا حاليا انس زنيتي هو اللي تفرجت فيه بزاف انا شفتو مع تما فاش بديت الحبيس كان هو الحارس الفريق الاول يعني ديما من غير شي فريمون لو ستيل دو جو ديالو كيعجبني حيت كل حارس هو في داكشي اللي هو مزيان فيه لي كاليتي ديالو انا سبارك لا في تري بون جو تري بون في جو بي ديالو très bon flamin gel ou très bon fli reflex fli sortie aérienne zami il est complet mais surtout le jeu au pied ديالو هو اللي كيعطي لا ديفيرونس بعلا لي غارديان مسارا جويا ضروري كي سورتو الفرقه بحال الراجا كيلعبوا بزاف مع الغارديان برجلي حتى هو كيف انا صراحه كيحل لي سيتوياسيون شاف لا رولونس شاف لا رولونس امير وانت كتعرف هادشي ما كاينش هذيك فوالا ديغاج زعما كتلعب باس انتر لو غارديان لي ديفونسور كتلعب من لا لين ديفونسيف حتى لا لين اوفونسيف حيت ديجا لو ستيل دو جو ديال الراجا يعني يكون كتبدا من عند الغارديان كيكون لي ديزاك سونترو كتبدا بشويه باس 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 كتوصل تتوصل حتى للشبكه مي لو غارديان فاش كتعرفو كيدير لا ديفيرونس ياب اون رولونس باغ اكزومبل انس ملي كيلوحها بيدو ماشي غير كيلوحها كيلوحها لواحد ليسباس اللي كيكون فيه واحد اللاعب اللي منين غيشدها غيكون مرتاح وغيعطي ان بلوس اون افون حيت الا كنتي تعطيها باش تعطيها ويعاود يرجعها لك سا سيغ غيان سا سيغ غيان هو الفرق اكزاكتومون و باغابوغ ا تو مي لو غارديان اللي كيعجبك في هاد لا سيزون في البطوله انس انا و هو سي فري راه ويلي دايوغ لو غارديان نيميرو 1 ديال enfin ديال ليكيب ناسيونال دي جوغ لوكو الى اوسي رامبورتي بوكو تيتغ زعما نيشان تاع هو مع المنتخب المحلي دي ميور غارديان كليك اوف شكون هو ليدول ديالك في لو فوتبول مونديال ان جينيرال لو غارديان غارديان دو بوت لا غارديان دو بوت الصراحه انا فاش بديت الحبيس كان عزيز عليا الغارديان ديال ليكيب دو فرانس ايغو ليوريس اللي دابا كيلعب في توتنهام اوكي هذا كان عزيز عليا فريمون جيتي عزيز عليا بزاف طريقه اللعب ديالو داكشي اي بيتي تا بيتي راه بديت كان اناليزي حيت في الاول كعا كتقول واه راه زوين من بعد كتشوف اش كيدير كتشوف واحد اخر اش كيدير كتشوف واحد اخر اش كيدير كل واحد فاش لي اكسيلون ولكن انا اول واحد ايغو ليوريس اوكي اذا هو الغارديان نيميرو 1 هو نيميرو 1 عندي وبالنسبه لسميتو ليكيب ناسيونال
كاينين 3 غارديان حاليا، كاين تاغناوتي، كاين المحمدي، وكاين منير محمدي، وكاين ياسين بونو. عرفت هذا السؤال ولكن صعيب شويه، ولكن معهم انس شكون هو؟ جو كرو انت انس كان معهم وقيله دونك ils sont 4 كان معهم اربعه كي تكونفوكا فوالا اربعه وانا عندي اذا انس اول واحد عندي انس هو ياسين بونو بجوج ياسين بونو، تحيه ليه، اللي جوج هو كان جو خوي دادي جوج انس بونو ياسين اللي تا هو سي ان بور برودوي ديال الوداد، اللي فحال تقريبا ليستواغ ديالك، اللي دوز كاع لي كاتيغوري كان كيلعب مع خواتي ديال ملي كانوا صغار تا هما دوز كاع في ليكيب ناسيونال، دوز كاع لي كاتيغوري ديال الوداد، والتحق بفريق كبير اللي هو اتلتيكو مدريد، الان تيلعب مع سيفي. ان شاء الله نشوفوا امير حداوي يلعب مع الرجاء، من بعد لما لا نشوفه في اعرق الانديه الاوروبيه. هذا هو السؤال اللي غنوجه لك، لك تختار تحترف، شكون هو الفريق اللي تحلم تحمل القميص ديالو بعد الرجاء، ولكن في على الساحه الاوروبيه والعالميه بصفه عامه؟ انا مصفر عز علي الريال انها لا تعطاتني لا سالنا الله حيت واحد لما كانش عنده هدف وكيحلم وكيقول ان شاء الله نقدر نكون تبقى في داركم غدير والو بصح كاينه 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 لا موتيفاسيون اي لامبيسيون هما لي لي كلي دو لا ريوسيت. ما كانش كيشوف بعيد راه عمره غير يفوت باب دارهم ضروري سي فري. و بالنسبه لي زونترينور لي عايشتهم هذا الموسم، كان باتريس كارتيرون، وكان جمال السلامي اللي كاين حاليا، شكون هو المدرب لي كيعاون بزاف امير حداوي؟ ف شفتو على حسب كل واحد، كل مدرب والعلاقه اللي عندك معاه. انا شفتو عندي علاقه زوينه مع سي جمال السلامي، ومع حيت هو كيدوي بزاف مع الطاقم التقني ديالو. حتى هو راه باتريس هو كان مدرب زوين مزيان، كيدوي معاه كينصحك، مي كل واحد كيكون عنده لا بريفيرونس ديالو كيفاش كيدوي مع المدرب ديالو. كاين المدرب لادجوان يعني سي يوسف السفري حتى هو كيكون معنا، هشام ابو شروان، سي احمد حتى هو المدرب ديال الحراس. سي حيت ما تقدرش تقول غير المدرب، حيت لو ستاف ديالو حتى هو كيخدم بزاف معاه، كيمشي في نفس الطريق ديالو. اذا ليكيب تكنيكو كومبلي وصافي فوالا. فوالا على حسب، حيت كل مدرب وكل لو ستاف ديالو اللي كيتيق فيه واللي كتكون عنده لا ميم فيلوزوفي ديالو. حيت ما يكونش واحد يقول لك سير على اليمين وواحد يقول لك سير على اليسار. وي 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 سي فوالا سي فوالا. هذه من جهه. ندوي شويه على ليكيب ناسيونال. بزاف الناس خصهم يعرفوا بان امير حداوي راه دوز تاوز تقريبا جميع الفئات تاع ليكيب ناسيونال. شفناك ديغنييغمون مع لي زيسبوار ياك، مع الاولمبيك، مع لي زولمبيك، مع باتريس بوميل. فكيفاش دازت هذه التجربه مع ليكيب اولمبيك ومع مع لي زيكيب ناسيونال اون جينيرال؟ شنو هما لي كاتيغوري اللي بديتي معاهم؟ بديت معاهم في يو 16 مع سي عبد اللطيف جريندو، كان هو اول مدرب اللي في المنتخب كنت معاه. في لي يو 18 يو 19 يو 20 كنا مع سي مصطفى مديح الله يرحمه، كان هو اللي شادنا. و ماتنا avec les olympiques راه باتريس بوميل. فوالا. دونك زكريا عبوب سبق ليه زكريا عبوب كان مع كان ادجوان ديال سي مصطفى مديح. مديح وان شاء الله لما لا نشوفوك في المنتخب المحلي، ولا لما لا ان شاء الله في المنتخب الاول ان شاء الله. امير، اخر سؤال ديالي، هذا العام الرجاء الرياضي كما ذكرت كيلعبوا على واجهتين، ثلاثه الواجهات، البطوله وكاس عصبه الابطال الافريقيه وايضا الكاس العربيه. شفنا شنو هي اصعب مباراه اللي دوزتوا بعدا في كاس عصبه الابطال الافريقيه؟ شفنا مجموعه من الصور ديال مازينبي اللي ما كتلاقش بكره القدم الافريقيه، فبزاف المباريات دازوا. شنو هي المباراه الصعيبه اللي عشتوها انتما كفريق الرجاء الرياضي؟ هي بعدا في عصبه الابطال حتى ماتش ما ساهل، كاع الفرق كيكونوا كيديروا اللي عليهم باش يربحوك،
ولكن الماتش ديال مازيمبي بي كان هو فريمون ماتش صعيب، يعني حيت ضربوا معنا من الاول، يعني مع الجمهور، مع لي زاربيتر حتى هما، مع لا بريسيون ديال الماتش. الماتش دي صعيب، ماشي اي فرقه كتجي كتربح في مازيمبي ولا كتجي كتعادل ولا، سي فريمون كومبليكي. يعني هذا الماتش ضد تي بي مازيمبي كان فريمون هو اللي بان لي انا كان فريمون كومبليكي. Ouais. Amir, t'as comme deux matchs très très décisifs, enfin trois matchs on va dire. Quel match il y a Ismaïl est retour, les Canaries te l'ont joué, Claude te l'a joué. Quel match il y a Zamalek aller retour. Kifesh Amir qui joue les matchs. Wach Raja Kadra, Jaouz had le Fonokad. Raja dit ma Kadra, dit ma Andy Frasien et Benara. كنت حاجه ما مستحيل على الراجا، و كنظن انا بين الله درنا داكشي اللي خصو يدار، ما كانتش فرقه تقدر توقفنا. واضح امير، كلمه اخيره للجمهور ديالك اللي تبعونا عبر هذا اللايف وكان التفاعل ديالهم. كلمه اخيره للجمهور الرجاوي ولي فان ديال امير الحداوي اللي تبعونا. شكرا على يعني لو سوتيان، كتفرحونا ملي كتخليو دي كومونتير زوينين. ما تنساوش ديروا ابوني فو لا باج ديال سي تي في، وما تنساوش بينا راه هاد الفتره اللي حنا فيها خص الواحد يبقى في دارهم وحده راسو، ويحمي راسو ويحمي عائلتو. وديما راه وتسنت اخر حاجه نسيتها، اغنيه مفضله عند امير، هادي كنسول كلشي اللي كيدوز معنا. اغنيه المفضله عند امير حداوي ديال الراجا. ديال الراجا انا عندك مون امور. هذه مون امور، هذيك اغنيه زوينه. الاغنيه ديال الراجا على لي زوت كلوب في العالم كامل، كتجي في الغناء كتجيك البكيه. عرفتي اللي هو عارف فريمون اغنيه. وتحية للجمهور الرجاء العالمي، وشكرا لك أمير على التفاعل ديالك والتواصل ديالك، وحد موفق في باقي المسيرة ديالك الكروية. نتمنى نشوفك في أعرق الأندية الأوروبية إن شاء الله. شكرا.